أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام لمتابعة هذا النقاش مع الأمين العام للكونفدرالية الوطنية للشغيلة الموريتانية محمد أحمد السارك. أهلا بكم من جديد. قبل قليل قاطعتك قبل أن تكمل الفكرة المتعلقة بواقع وبرنامج العمل اللائق. قلت على أن نحن قال نحن نقتنع أن كل واحد منا من حقه لأن نعود في وضعية عمل لائق إلى إجبار وساطة بأنه يشتغل في قناة والله في جريدة والله في بليدة يسوش يعني خالقه أمور عنده فيها الحق ولا يقدر يتنازل عنها ويالطو يصر عليها لأنه عنده عقد ولأنه يعود مخلص شفوق الحد الأدنى للأجور وأنه يعود مصرح بأجور الصندوق وأنه يعود يجبر عطلته السنوية وبعنه يعود لا يشتغلش أكثر من الوقت العادي يعوض ذاك الوقت. هذه أمور يالط نحن نقتنع بها وندافع عنها من حيث المبدأ وتعود وتعود ثقافة عندنا هاي ثقافة ونحولها إلى ممارسة ونعرف ما اللي عنا ما قدروا تنازلوا عنها. أنتم هذا أحد منكم متنازل عن التصريح برأس شور الصندوق. أي حد في العالم معناه أنه متنازل عن شيء ما يملكه شيء ما هو من حقه شيء الصبح لا يوزع بين ورثه لا يتوفى لا كلهم له نسبة معينة من يتوفى له وقع ما قط قاع وصرح في شور الصندوق معناه أنه ضيع على الحق وإذا ما هو لا يقدر يتنازل عنه معناه أنه يا الله تنا بعد قاع البحث عن عمل لائق هذا يعود جزء من ثقافتنا وممارستنا. نعم. هاي المسألة الأخرى ما اللي نقضوا وننقاد بها يالتنا يسوى نحن منهما نحن ويسوى قطعات وباتنا عنده العبيد ويسوى قطعات ما اللي نقوله عنه بشكل صريح ذا اللي نقال له الرق الموريتاني الآن أجريمة وعنا يالتنا كاملين نسعى للقضاء عليه بمختلف إشكاله ولا نعود عندنا عقدة من ذا وهذا ما هو الحد من الموريتاني عن حد يالتنا الناس كانت تعدل هبة من أجله. هذه أمور وهاللي عنها يالتنا بعد قاع تعود ثقافة عندنا مبدئية ونسعى وما اللي عنا نعدله كممارسة. وصلت الفكرة. نعم. يعني قبل قليل أشرت إلى وصفت الواقع العمل في موريتانيا بأنه هش وكأنك استثنيت الوظيفة العمومية وقلت أن هذا باستثناء الوظيفة العمومية. تعليقك على العمل في الوظيفة العمومية هل يمكن وصفه أو تتحقق فيه شروط العمل اللائق؟ شوف عمل اللائق أين لي بعد على الأقل هي العلاقة التعاقدية بين طرفي العمل ما هي مقننة ولا حاكم هشي ما معناها أنه لائق هو معناها أنه زين معناها أنه ظروفهم ولا جيدة هذا هو اللي عيني عليه فعلا الوظيفة العمومية إلى استثنين ذلك ينقال له العمال غير الدائمين وذلك ينقال له المتعاقدين اللي الآن من ذا المنبر نقول عنهم يالتهم تنحل مشكلتهم يقدموا خدمة الموريتاني في التعليم في الصحة ومختلف القطاعات. لا. إلى استثنيناهم هما وبعض عمال المؤسسات الإدارية طبعا الإدارية كيف واحدين في الجامعة وكيف بعض المؤسسات اللي عندها عمال ما هم دائمين اللي مرقب ذاك من العمال بعض على الأقل فاضية تعاقدية صحيح معناها أنه يجبر كون عطلته السنوية معناها أنه مصرح به عند صندوق إلى آخره يغير ذا ما معناها عنه وجورهم ولا وضعيتهم معناها حالة جيدة معنى الله يمنين نقارنهم مع دول المنطقة اللي راو لعلى عنهم ظروفهم صعبة والله اللي عنه أي لفتة شورى قطاع من القطاعات العمومية شورى الصحة والله شورى التعليم والله شورى الإدارة والله شورى المالية أنا يا الله تبدأ بإشعار القائم المنتج للعملية أنا المنتج العملية التربوية المدرس وكذا بعنه شريك في العملية وهذا معناه يعود في رضا ومقتنع في الواحد فيه وإذا ما يقدر يخلق يكون اللي نعود بعد قاع يعرف عن ذا اللي ينقال فيها حق ما هو كذا يعود مؤشر الثقة بعد قاع مرتفع عنده ذا اللي ينقال ثانيا يعني داري في ظروف قد يشتغل فيها وإذا بعد روالكم قال ولا ينظم موريتانيا عندها من الموارد الكافية هذا بعض التعليق على الوظيفة العمومية صار القطاع الخاص قاع حدث ولا حرج الجامعات الحرة كيف أباتي والقنوات كيف أباتي وذي الدنيا لا فوضى ما فهم عقود ولا فهم ما فهم متوف إلا كان لا رقيبة مفتشات الشغل منين نسوي لهم كاتبوها يقولون نحن ذا اللي قالوا سوق العمل ما تلف أيدينا وهذه فعلا أزمة وهي اللي سبت هون هاي مشكلة المكاتب هذا اللي هجروا الناس والله بعض من أسبابه اللي موريتاني كانت عند سياسة التشغيل سوق الشغل كان مركزي كانت مفتشات الشغل في الولايات داخلها مكتب تشغيل معناها هي المسؤولة عن تسجيل أصحاب المهارات والشهادات والخبرات ويدون ويسجلوا وحد بغايته يدور حد من سوق العمل يدور
كارالير يدور واحد يحضر كرو والله مصون والله سائق والله يجي يمشي والله مهندس يمشي ويجي لوك الموتسيحات بعض الله يحرك بعض بيانات كاملة منين عادة 2004 قال لها راه هي الدولة ما تلات محتكرة تشغيل سوق تنظيم سوق التشغيل ما تلات محتكرة ويا الله يخلقوا مكاتب تشغيل حرة يشرفوا على ذا شخلق هذا قال مدونة الشغل اللي هي نص قانوني يا الله تجي إجراءات تنظيمية معناها مراسيم مع تعدل الحكومة تشرح مقررات تحدد مكاتب التشغيل ايش خالق فيها ذيك ما قط جات وعليه الآن ما فهم أي مكتب تشغيل عند وضعية قانونية وقالت أن الوزارة اللي على عنها حصات وزارة العمل أنا حصات 19 مكتب تشغيل يقوم بتهجير هذه الناس اللي تمشي شغل الخارج وأنا قفلت من أربعة وفعلا نعطونا وثائق في لهم هذا حصاء هذا كانوا مخالفين للقانون مخالفة كلية يغير الصقاع لا طرح نسوال شنو الآن الجهة القانونية جهة المخولة قانونا بعنها حد لو ود العمالة يقيس ما هي خالقة من درصة كان هذا بإرادة مقصودة نوع من التنفيذ الليبرالية المتوحشة ينقال الرجال الأعمال راكم ما فهم رقيب اللي منكم لا يفتح شركة يقبض أقاربه ويقبض أهله بها اللي الدولة ما ثلاث محتكرة سوق تنظيم سوق تشغيل ولا كيفت ولا نظمت حالة تعدل بها مكاتب تشغيل إذا أنتم طلقاء وأحرار ما يجد حد يعترض الآن اكتتب حد بطريقة ما هي قانونية به اللي قاعد الاكتتاب في القطاع الخاص الآن ما ثلاث عنده طريق هي مسألة إذا الفم استحقاق ولا يحتاج قانون ما يحتاج البرلمان يحتاج الحكومة تقعد هاي المراسيم اللي تظل تعدل من صادقة الحكومة اليوم على رخص التنقيب ورخص التنقيب تباريك مع ذا اللي باطن تراب موريتاني والغبرة العادة قايمة شركات عابرة القارات سابقوا بعد قاع والله بعد يالتوا يرافقوا مراسيم متعلقة بتنظيم مكاتب الشغل موريتاني نعم. مكاتب تشغيل اليد العاملة نعم. هاي واحدة مسألة أخرى فهم الاستحقاق مد عدل شيء الله ترتب عليه اللي قد عدله موريتاني دخلت مجال جديد وعادت تقيس دول العالم متوقعة معها اتفاقيات متعلقة بتشغيل اليد العاملة زيك الدول عدلناها مع السعودية وعدلناها مع الكويت وذا مهم قطر وذا مهم بينا نحن نلودوا الشيء نضخوا شور وفائض اليد العاملة العاطلة موريتاني ونلودوا الشيء يدر علينا عملة صعبة وهذا مهم حتى يغير يعرفهم اللي استحقاقات مترتبات ونوفروها يا الله نعدلوا مكاتب تشغيل مقنة ومنظمة من الناحية القانونية هي اللي حق لها الآن هذوك المكاتب المشرعة في ذيك الدول تتصل بها ما تتصل ببحدين والله وحدات في ديار قاضين وعليهم نعم والله وكالات قاع أحيانا يعودوا أنهم كانوا الحج والله للهجرة والله العمرة والله لبدر والله وكالات وتعود هي اللي لا يتمارس القضية هذا ما هو يا الله نعم وصلت الفكرة الله تعدل المكاتب وتشغيل نعم. وتشوف الاستحقاق الجديد الحالة تسوق بها ليد العامل الموريتانية بشي لائق بالعامل وبكرامته ما يعود له ينباع هون ويمتلاوا عليه الشروط وينفرضوا عليه وفي غالبيته معدل تحت الطاولة هذا استحقاقات يا الله موريتانيا إذن الكونفدرالية النقابية الدولية ووفدها الذي كان يزور موريتانيا هو التحضير لحملة ضد العمل الجبري ستنظم في العالم قلت بعد شهر أو أكثر بقليل في موريتانيا أو قبل ذلك العمل الجبري هل من حصر لأنواع العمل التي تدخل ضمن هذا المصطلح أو التي يمكن وصفها بأن العامل فيها يعمل بشكل جبري أو هو مجبر على العمل هل هناك حالات معينة أو حالات توصف بأنها جبرية شفتوا العمل الجبري أصلا التقليدي هذا اللي قالوا الاسترقاق نعم لكن أقصد في الوقت هذا هو العمل اسمح لي هذا هو العمل الجبري التقليدي أصلا تقليدي كمفهوم ما معناها أنه هو ممارسته لا تقليدية وممارسته مازالت موجودة إذن كامل اللي ينقال له الرق الاسترقاق حيث هو هذا يعتبر عمل جبري أيضا من أنواع العمل اللي يصاب عنه عمل جبري نوع من الابتزاز الآن وقديما وحديثا يعدل فإذا اللي ينقال له مثلا الضيعات اللي ينقال له التراب يعود المستأذن اللي لا يستخدمه
فارض عليهم بشروط معينة قاسية، لأنهم عودوا لا يتنازلوا عن كمية كبيرة من رائعها منتجها، لأنه في الحقيقة مكرهين على هذا، مكرهون أخاك لا بطل، مكرهين على هذا بسبب أنهم بدعوى امتلاك والله أبوة تاريخية والله شيء لا لا هذا الملاك على 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 هذه المنطقة. كيف بعض الثروات الأخرى تستغل ما هو قاعد لها الزراعة، الثروات المعدنية كيف الملح وكيف إلى غيرها. أيضا نفس الشيء يوجد في قطاعات مختلفة، ما هو ذا وحده فيه الآن عمل نوع من الاستقاق الجديد، نوع من ركبنا نشوف هذه الشركات عابرة القارات متعددة الجنسيات، هؤلاء يشتغلوا موريتاني بعض منهم تازيازيت وامسيهم، والشركات اللي ظل لهم اللي تنقيب الماي وفا، واللي كل اجتماع من الوزارات اسمه بريديكيشن وكذا، شو المصطلحات اللي منين ترجع للصندوق ما تراها، المؤسسة مصرحة بعامل واحد، منين ترجع للضرائب ما ترى ساميها، هم هذول اللي هم يمارسوا نوع من كري ليد العاملة تنكره يجابرها على ذا لا الفاقة لا الحاجة، وتو يجي الواحد ويجي واحد عنده صك من الموريتاني ويجي ويجي الواحدين وكلهم توما خلاص يعني كريكم لذو الناس بما هو كذا، وعدوا معدل عقد معدل عمل بالوساطة هو ينقال له المقاولة من الباطل والعمل المصطلح القانوني والمقاولة من الباطل تصح غير تصح بشروط. انتوما شركة هون تنتج، انتوما هم مؤسسة قناة المرابطون لا يتقبضوا، مؤسسة صغيرة لا يتمارس لكم بعض الانتاج، تقبض عمال لا يعدلوا انتاج بعض الوثائق والله بعضها هون في القناة، هذا العمال يا الله يشتغلوا بوسائل ذيك الشركة الوسيطة اللي هي المقاول الثانوي ما المقاول الرئيسي، ويا الله ذيك المقاول الثانوي يصرح بهم شهور الصندوق، ويا الله يعدل لهم عقود، ويا الله يعطيهم كونجة، من هنا عدوا الصال لا مجوبين، لا يشتغلوا بوسائل ومعدات المقاول الرئيس، وعد قاع المقاول الثانوي مهباس لا كرطابل ما عنده معدات، وهذا تعدوا هاي الشركات الأجنبية بها اللي الدور تخلص من هذا اللي قال لحقوق العمال، وبهم اللي هم اللي الموريتانيين أقوياء أمام إداسة القانون وأمام التحايل عليه، وهذا في الحقيقة نوع جديد وعاد ياسر ومنتشر وخطير نعم جدا. إذا المقاولة من الباطن بدون الشروط القانونية والرق هذه من ضمن الأعمال التي تدخل ضمن العمل الجبري. غير الآن الحملة حتى ما نغرق المسألة، إحنا الآن الحملة معدلينها ضد الرق القديم والحديث مختلف أشكاله. ذيك العام المقاولة من الباطن وغيرها من ذيك الأمور نحن نتحدث عنها ونناهضوها والناصر متضرريها في مجال لا احنا عملنا ما هو منحصر في ذا غير ذا العمل حاصرين حمل الآن متعلقة بالاسترقاق وبأشكال الحديثة القديمة بعد قاع بدرجة الأولى وصلت فكرة لكن قبل أن نخرج عن ارتباط سولت نيوتوب لكن قبل أن نخرج عن مصطلح العمل الجبري ما الذي يدخل فيه من أصناف العمل، هل عمل الأطفال مثلا يدخل ضمنه باعتبارهم قاصرين؟ عمل الأطفال عمل مخالف للقانون تشغيل الأطفال يدخل ضمن العمل غير قاع عنده اتفاقية دولية لا موازية للاتفاقية الدولية اللي تمنع العمل الجبري. بهم اللي الأطفال يلا يمشوا يقرأ، هو الفلسفة أصلا الفلسفة اللي تحكم اللي حاكمة اليوم عالم العلاقات الشغل في العالم الآن الأطفال يلا يمشوا يقرأوا لين ويهلوا ويقعدوا عندهم ثقافة حتى انهم كحق لهم قبل كحق لهم نعم. وبعض دول العالم فارض اللي قال له فارض التمدرس إجبارية التمدرس نعم. إذن بالنسبة للموضوع هو الرق، مكاتب التشغيل هذه التي ظهر الحديث أو أثير الحديث حولها هذه الأيام بالنسبة للتشغيل في السعودية، هو صنفته أنه يدخل ضمن العمل الجبري، لكن أصحاب المكاتب في مؤتمر صحفي قبل فترة قالوا أنه يتم بعد عقد عمل موثق لدى موثق معتمد وبحضور محامي وبحضور وكيل العامل وبتوقيعه وبعد اطلاعه على عقد عمل وتوقيعه له. المكاتب الموريتانية نعم مكاتب أصحاب المكاتب الموريتانية قالوا نعم والله قالوا بالحرف إنه يتم بحضور محامي ولدا ويتم في مكتب توثيق معتمد ويتم بحضور ولي العامل أو العاملة، وقالوا أيضا أنه لم يبعثوا أي قاصر في السفارة السعودية لا تمنح التأشيرة لمن هو أقل من 28
عامل باعتبارها هي سن الرشد لدى السعودية. شو قاع ما هي مشكلة. شوف نحن قاع أنا بعض أعضاء عند الدولة الموريتانية، يا الله حد قال عنه فاتح مكتب تشغيل وموريتاني أنه تحت طائلة القانون يلا تحاكم. أنا قلنا قبل قليل أنا اللي قال له مكاتب التشغيل وموريتاني ما فاتت من ناحية القانونية على الخارج. نعم إذن وبالتالي تالي ما عدوم يشارع عن قاع كل ما عدوم يحسن وماذا الله يعدله كامل إلى عاد ولا يقيس موثق شرعي ومحامي وكذا وكذا هم كمكاتب هم ما في الآن مفتش الشغل. إذا يفتقدون للشرعية كمكاتب. وزير انهاروا هذا بحضرة هذا الناس احنا كان مهم مجيهم. يبدو أن لأن احنا حد جاي من الوقت بدأ دقيقة شوي حد جاي من الخارج يعود مهم كان مهم عندنا عنا الحكومة قالت قدامنا أنهم لا ينتعتلون مكتب تشغيل واحد لا يجوا قاضين اللي ما هو قانوني. إذا وصلت الفكرة. إذا إلى هنا مشاهدينا الكرام نصل إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج المشهد التي استضفنا لكم فيها الأمين العام للكونفدرالية الوطنية للشغيلة الموريتانية الأستاذ محمد أحمد وللسالك للحديث حول خلاصة لقاء أو زيارة وفد من الكونفدرالية النقابية الدولية إلى موريتانيا. نجدد الشكر لضيفنا وإلى أن نلتقي وإياكم إلى حلقة قادمة من هذا البرنامج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامج المشهد التي نستضيف لكم فيها الأمين العام للكونفدرالية الوطنية لعمال موريتانيا الأستاذ محمد أحمد السارك. أهلا بكم أستاذ محمد أحمد. شكرا. على ضوء الزيارة التي قام بها وافد من الكونفدرالية النقابية الدولية لموريتانيا، ما أهداف هذه الزيارة والتي التقيتم بالوفد الذي قام بها لموريتانيا؟ شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. لا بعد انا لا نتكلم بالحسانيه اخبر فيها قاع وياكم اللي عود واضح للناس كامله. جهه ثانيه اللي نقول عنها بعد اسم المنظمه الكونفدراليه الوطنيه للشغيله الموريتانيه، عشان تعود ترجمتهم الا واحده غير بعد الشغيله ما هو العمال الموريتاني معناها. من ناحيه اخرى بالنسبه للوفد، هو وفد من الكونفدراليه النقابيه الدوليه CSC اللي هي منظمة دولية من تقريبا أكبر اتحاد دولي اليوم في العالم، وتضم أكثر من 300 منظمة قطرية وفي حدود 141 بلد، ومن ضمنها أربع منظمات موريتانية اللي هي الكونفدرالية الوطنية للشغيلة الموريتانية اللي يمثل سانتيان، والكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا، والكونفدرالية الحرة لعمال موريتانيا، واتحاد العمال الموريتاني. وهم فعلا جاءوا والتقينا بهم، هم جايين قاع بنا اللي نحن مكون مكونات هذه الكونفدرالية الدولية جايين. والهدف من الزيارة هو التحرك من أجل إطلاق مبادرات متعلقة بالإعلان الذي أعلنته هذه الكونفدرالية، الكونفدرالية النقابية الدولية، ومؤتمرها الأخير في برلين عام 2014، حيث أعلنت حملة ضد العمل الجبري ومحاربة الاسترقاق بمختلف أشكاله. تتنزل هذه الزيارة في هذا المجال. فهم جاءوا هنا إلى موريتانيا، الأخ محمد جالو مدير الحريات النقابية حقوق الإنسان والحريات النقابية الكونفدرالية، ومعها مرافق آخر رئيس قطاع، جاءوا في ذا السياق. استقبلناهم وفعلا اتصلوا بالفاعلين في المجال واتصلوا بالسلطات المعنية أيضا بالمجال. هذا هو الهدف من الزيارة. أنتم التقيتم بهم طيلة أربعة أيام التي رافقتهم خلال هذه الفترة باعتباركم تنضمون لهذه المنظمة. ما الخلاصات التي استنتجوا من اطلاعهم على واقع العمل في موريتانيا؟ أولا هم من الأهداف لعنهم يلقوا الفاعلين كاملين، يسوى الدولة ويسوى غير الحكوميين. الدولة إياك نحن ندور نكسب الرأي العام ونكسب ضوء الحكومات لعنهم يعودوا إلى صفنا في مجال محاربة العمل الجبري ووجود عمل لائق. هم فعلا رجعوا عند مجيهم وزير العمل بصفه هو المعني الأول، هو قطاع استقبلهم مدير العام للعمل الموريتاني، وشدوا معاهم أخبار العمل الجبري وسياسات البلد في المجال،
وكانت وزارة العمل أيضا قامت بربطهم بالجهات الأخرى، استقبلوا من طرف مفوضة حقوق الإنسان، واستقبلوا من طرف إدارة هاي يقولوا التضامن اللي هي وكالة التضامن اللي تقوم ببعض الأعمال. أيضا اتصلوا بالمنظمات غير الحكومية المعنية محاربة العمل الجبري، مختلف أكثرية التشكيلات، وفاعلين مختلف المجالات، حتى استقبلوا نقابة الصحفيين، نقيب الصحفيين، بعض مرافقين، يلقى عدل معهم جلسة. وفي النهاية استمعوا لكل الآراء وزاروا بعض المتضررين واتصلوا بهم. مثلا جابروا مع هذو المتضررات اللي كانوا جايين من السعودية، أو اللي كانوا في إطار خدم المنازل في السعودية، وجاءوا واستمعوا لوجهة نظرهم اللي قالوا عنهم معاناتهم ومحامينهم. أيضا جابروا مع وفد من إيراء اللي رئيسها الآن في السجن. ومن أهم الخلاصات اللي وصلها تم الإعلان أو الاتفاق على القيام بحملة في موريتاني في ذا السياق. تقودها هذه المنظمة الدولية؟ تقودها ممثلة منظمات الأربعة لهم، وشكلت لجنة فنية تمثل نقطة ارتكاز من هذه المنظمات الأربعة، وعندها برنامج مستقبلي واتصال مع الحكومة، بين للحكومة طرحنا لها بعض القضايا وسمعنا منها قدر من الكلام الزين ولهي نتابعه معها. أيضا سعينا لأن يوجد تحالف، وهذا التحالف مازال مفتوح، للفاعلين والمهتمين في المجال معه المعرقلين. أيضا الآن له يخلق مؤتمر إقليمي في شهر نوفمبر أو بداية دجنبر القادم هون موريتاني، لا يتحضر القدر من الدول حول هذا الموضوع. أيضا كانت من الخلاصات اللي توصلنا لها المطالبة بإطلاق سراح رئيس حركة إيراء الأخ بيران، بل اللي من وجهة نظرنا لأنه ذا المبرر المعلن لأنه محكوم عليه هو على أنه منتمي لمنظمة ما هي مشرعة. ونحن رؤيتنا الذين قالوا التجمع موريتاني وتشكيل المنظمات والهيئات يسوى عادة نقابية ويسوى عادة حقوقية ويسوى عادة صحفية، لعل عنها يا الله ينعلن عنها وتشهر وتوف، أراه تبقى المتابعة عقب ذاك إلى عدل شمال وعدل كذولي غير عنها تعود. مبدأ التشريع نفسه سيه مسلط، وأحيانا قاع لا يسلط في الوقت الباغين ويسلطوا عليه الوقت الباغين. رئيس حركة ترى كان عنده مقر، حركة ترى كانت عنده مقر هون في إلوال، نعم، وقاد هو منه حملته دقيقة شوي، وقاد هو منه حملته ذيك الساعة كان مشرع هو وقت معين، وما اللي قالوا هي ما هي مشرعة ونحكم ذو سند المعلن. تالي نحن مطالبين بإطلاق سراح وطرات من ضمن النقاط هو طبعا هذا كيف قلت إعلان بدأ 2014، غير من جاء الموريتاني في أمور قائمة ما قد قاعد تجاهل. نعم وصلت الفكرة. نعم. بالنسبة لوصفكم كنتم مرافقين لهم في لقاءاتهم مع المسؤولين الحكوميين، كيف كان انطباعهم عن مجريات هذه اللقاءات؟ هل تلقوا تعهدات مثلا بالتعاون معهم وشيء من هذا القبيل في الحملة التي سيطلقون متعلقة بالعمل الجبري؟ على كل حال الحكومات بطبعهم وش قال قدام حد جاي من مرقب كلامهم زين، وهم لا يعرفوه وما تجلوا قالنا قط لقيت أكثر من 80 وزير نسمو اللي قالوا لا كيف اللي يقولوا الأخرين ذم اللي نقوله أنا لهم زدانا ولا كلام المجاملات معناها يا غير. في الحقيقة عقب ذاك ملي الدول عند سيادتها قدر يخلق على عنها وتصور عن شيء وتقول لك القايلة وتقول مبررات. لكن هل من تعهد مثلا هل هم تعهدوا غير نحن ما أنهم مروجين ذاك اللي قالوا خايف نعود من الكلام اللي مص حتى ما يتخطى ذاك، من اللي نحن ندور شيء على الأرض الفعل ما هوش أكثر من ذاك. نعم. إذن من مخرجات الزيارة أو من نتائجها قلت حملة سوف تنظم في موريتانيا، مؤتمر جهوي لإطلاق تلك الحملة. نعم. لإطلاق الحملة في موريتانيا، وستشرف عليه الكونفدراليات الموريتانية المنضوية تحت هذه المنظمة الدولية. نعم. بالنسبة لهذه الحملة هل قطعتم حتى الآن خطوة في سبيلها؟ هو مع أجلك هي هو ذا الأيامس نحن بعد نحن في مؤتمر صحفي خطتكم لإطلاقها نحن الذي سيتضمنه ما الذي نتوقع من هذه الحملة؟ على كل حال نحن نتوقع مساندة ومناصرة المتضررين حيثهم. إذا كان نحن ما هو طارئنا نحن مبدئيا ضد الاسترقاق
وظهرنا على عن حد مسترق وموريتاني الآن عنه يالتو يطلق يالتو يفك كيف رجاج محكوم على شيء ما هو يالا مظلوم يالتو يفك من هذا العمل الجبري الاسترقاق مختلف أشكال ويسوى القديم ويسوى الجديد والعمل الجبري يالتو ينقضى عليه يالا تنسعى بوجود عمل لائق وموريتاني لكل الموريتانيين أيضا حتى من ناحية النفسية والسياسية وموريتاني قام مصلحته تغيب عن هذه المشاكل تعود ما تلات مطروحة فيه. نعم واضح لكن نعم. بالنسبة لهذه الحملة أو المؤتمر الذي سيطرق في موريتانيا ماذا عن الشكل الذي سينظم من خلال هذا المؤتمر من أي نوع هو يجمع العمال يجمعهم بالإدارات الحكومية يجمعهم بالمشغلين ما طبيعة هذا المؤتمر الذي يحضر له حتى الآن الفئة تقرر المعنيين بذل المجالس وكانوا حكوميين وكانوا منظمات غير حكومية هذو لا يعودوا مشاركين الإشراف المشغلين لا قلت لك الناس المعنية بالحقوبة بحقوق العمال حقوق اللي قالوا العمل المتعلقة بالعمل الجبري والاسترقاق القديم والحديث يسوى كانوا متضررين ويسوى كانوا منظمات مناهضة هذو لا يشاركوا في ذو يسوى كانوا قطاعات حكومية معنية ببرامج تستهدف القضاء على هذه الظاهرة ولا مخلفاتها هذو معنيين بالمشاركة في هذا المؤتمر هذا من حيث نبدأ وتفاصيله وأموره مازالت لا تندرس وعنده لجنة فنية كيف قلت هوناتي طبعا من النقاط اللي أثيرت هي قضية هذو العاملات فعلا شدينا الأخبار مع وزير العمل سوف نأتي لموضوعهم نعم. بالتفصيل ضمن العمل الجبري في موريتانيا أو واقع الشغل في موريتانيا لكن بالنسبة لهذا المؤتمر هل تحدد له تاريخ مثلا حتى الآن؟ حتى الآن مبدئيا في اللجنة الفنية إلى حد لا يعود اللافني في آخر شهر مبدئيا في وسط النصف الأخير من شهر نوفمبر ولا بداية شهر ديسمبر. وهل هو بالتزامن مع الحملة التي تقوم بها المنظمة هذه؟ نعم تماما هو يعني هو بالتزامن مع الحملة حملة دولية تقوم بها؟ حملة التزامن معها هي قاعة مختلفة قارات العالم ومناطق غير بعد في المنطقة لا يعود هذا هو مثابة الضوء الأخضر لانطلاقة في هذه المنطقة في شبه المنطقة الإقليمية هون في اللي نحن فيها. نعم. بالنسبة للقاءات التي أجرتها أو أجراها أعضاء هذه البعثة هل كانت فقط في العاصمة نواكشوط أم اطلعوا على كانوا لا في نواكشوط ما همشى عن نواكشوط إذن هل يمكن القول إن الصور لا تزال غائبة عنهم لأنهم ما داموا لم ما قاع هم موفدين موظفين من لمان العام لهذه الكونفدرالية دولية نعم. وهون عندهم منظمات ممثلة لها وأجندتهم كان واقع العمل في العاصمة نواكشوط باعتبارها العاصمة قد يكون يختلف شيئا ما صحيح. عن العمل أو واقع العمال في الداخل أو في مدن أخرى مشكلتنا ما العمال ضرك أنا مشكلتنا ضايع العمل الجبري والاسترقاق صحيح أنا الداخل ومختلف مناطق أنا تشكل أدغال من أن عن أضواء الإعلام ومعنها هذه الظاهرة أكثر ممارسة فيها هذا حقيقة واللي مازال موجود ممارسات أنا أفهم أنه يتركز أساسا في المناطق غير هذه مسؤولية قاع مبدئية عند المنظمات يسوى الصقاع يجي أحد من الخارج ويسوى ما جاء من نعم إذن باعتباركم كونفدراليات كبيرة ممثلة أو يمثل فيها العمال على مختلف مناطق موريتانيا هناك ممثليات لكم في الزويرات وفي نواديب وفي غيرها من المدن هل قدمتم لهم صور أو تقرير عن واقع العمال في موريتانيا بشكل عام؟ هو في الأساس واقع العمال كانت عندهم نقطة هي المتعلقة به هذا اللي قال له برنامج العمل اللائق اختاروا يعرف شو عدل فيه برنامج العمل اللائق هون نفتح قوس شوي نقول عنه برنامج بعد هذا مهم عندنا هذا العمل يعود عن العامل اللي مارس عمل عنه يعود في إطار المواصفات اللي ينطلق اللي يعود هو عامل بالمواصفات الدولية وتعود العلاقة اللي تربط العلاقة التعاقدية اللي تربطه مع الطرف الآخر تعود يحصل السكوت عليها وهذا موريتاني وقعت فيه اتفاق مع البنك مع المكتب الدولي للشغل 2012 وكان انه له ينطلق برنامج وفعلا كانت عينوا المنظمات النقابية وممثلين وتمينا ننتظروا الإعلان تشكل اللي إذا هو انه مقومة المرحلة الأولى منه كفاية تتقاعي وانجزت معناها وعدلوا لها تبرير للإنفاق والآن عرفوا ذلك معدلوا بعد شنه قالوا نجينا رأينا لا تقويم المرحلة فيها 55,000 قالوا عنه نشاط إعلامي ووسائل الإعلام وللأسف لا يجب من هذا الفساد اللي يعيشوا البلد إذن هي المخصصات كانت مخصصة لهذا لهذا البرنامج وفيه تشغيل الشباب مستهدف الشباب المهم
نحن فعلا أعطيناهم صورة عن وضع العمالة موريتاني. الآن موريتاني العمل الموجود فيها يقد يعتبر يصف عنه ما يسمى بالعمل الهش، باستثناء قطاع الوظيفة العمومية ومؤسسات ما هي ياسرة ولا الوطني من الأساس، الأخر غالبيته عمل غير لائق إلا بتوفيق عمل هش. وفعلا يرجع أنا ظاهر عنهم لا هم ولا غيرهم، قضية موريتانية. يا الله نحن كعمال نقتنع بأن من حقنا نعود في عمل لائق. نعم، وهون نطرح سؤال وهون من نطرح فاصل وبعد الفاصل نكمل إن شاء الله. إذن مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ثم نعود لمتابعة هذا النقاش.